المخ سيريبرم باللاتينية يتكون من السفيكورة حوالي 350 جرام في الطفل، 1400 جرام في البالغ. بيتكون من أجزاء تقوم كل منها بمهام معينة: الفرنتال لوب أو الفص الجبهي، البارينتال لوب، الفص الجدري، الأوكسيبيتال لوب، الفص القذلي، التمبرال لوب، الفص الصدغي. شكل المخ بيكون عبارة عن تلافيف أو سلقاي وجيراي بتفصلها السنترال سالكس، بيفصل الجزء الحركي عن الجزء الحسي. السيلفيان فيشر بيفصل الفص الصدغي عن الجبهي والجدري.